حكمة من التوراة لزيادة الرزق وتكثير الرزق. هل هناك كلمات في التوراة إذا قلناها يمكن أن نكسب الرزق الواسع؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام أشار لهذا الموضوع؟ أيها الأحبة، التوراة هي كلام الله تبارك وتعالى، تماما مثل الإنجيل، مثل القرآن، مثل الزبور وكل الكتب السماوية. الحقيقة أيها الأحبة، هناك كلمات رائعة أنزلها الله في كتبه ليضمن لنا زيادة في الرزق وليعلمنا كيف يزداد رزقنا. والحقيقة نحن هنا لسنا لا نتحدث عن التوراة المحرفة، بل نتحدث عن التوراة الحقيقية من خلال حديث النبي الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هناك كلمات مكتوبة في التوراة، هناك أعمال أو عمل محدد يمكن أن يزيد في رزقك. دعوني أتأمل معكم حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مكتوب في التوراة من سره أن تطول حياته ويزداد في رزقه فليصل رحمه. هذا الحديث الصحيح رواه الحاكم رحمه الله. ما معنى من سره أن تطول حياته ويزداد رزقه؟ يعني كل واحد منا طبعا يحب أن يرزق طول العمر، لأن طول العمر هو رزق. تصور أخي الحبيب أن إنسان يملك 100 مليون واحتاج إلى عملية ستكلفه 99 مليون وإلا سيموت، هل يدفع هذا المبلغ أم لا يدفعه؟ يدفعه. وربما الأطباء يقولون له أنت ستعيش 10 أشهر، على الرغم من ذلك يدفع كل ماله ليعيش 4 أشهر. إذن الزمن له ثمن، الزمن له ثمن. إذن طول العمر له ثمن، هو رزق. فعمليا أنت كل ثانية تعيشها لها ثمن. أنت في داخلك ملايين الأجهزة التي تعمل، الكبد والبنكرياس والرئتين والقلب ومليارات الخلايا من الدماغ وخلايا العين والفم والأذن، كل شيء متناسق ويعمل بإحكام. والزمن الذي تعيشه له ثمن أخي الحبيب، لذلك عندما تعيش أكثر هذا نوع من أنواع الرزق، وعندما يزداد المال هذا نوع من أنواع الرزق، وعندما تكسب صحة جيدة هذا نوع من أنواع الرزق. يعني إنسان يعاني من مشكلة في عينه، عملية تكلف 100 ألف يدفعها، طيب إنسان آخر معافى لم يدفع شيئا لأن عينه سليمة، إذن كأنه كسب 100 ألف. يعني أجهزة جسدك ما دامت تعمل بكفاءة عالية فهذا نوع من أنواع الرزق أيضا. فكل إنسان منا يحب أن يطول عمره وأن يزداد رزقه، ماذا يفعل؟ عمل بسيط جدا، فليصل رحمه. ما معنى فليصل رحمه؟ يعني لا تقطع الرحم. إذا آذاك شخص سامحه وابقى على تواصل معه، لا تتركه. حتى أبويك، إذا آذاك أباك أو ابنك أو أخاك، إذا آذوك اصبر وابقى على تواصل معهم وصل رحمك ولا تقطعه، لأنك إذا قطعت الرحم لن تستفيد شيئا. بينما عندما تتحمل
هذا دليل على أنك ماذا؟ على أنك رحيم بهم، دليل على قوة الإرادة. وإلا الإنسان الذي ليس لديه قوة إرادة لا يستطيع أن يكسب الرزق الكثير. الإنسان الذي لا يستطيع أن يضبط أعصابه، فإذا حدثت مشكلة بينه وبين أحد إخوته مثلا، هذا الإنسان إذا غضب وانفعل وتوتر وشتم، كيف سيكثر رزق مثل إنسان كهذا؟ انظروا إلى رجال الأعمال الكبار، غالبا تجد لديه هدوء، لديه تفكير، يجلس ويفكر ساعات طويلة، يتسامح، يخسر ولا يبالي، يعيد الكرة. عدد كبير منهم يقول لك أنا سر رزقي رضا الوالدين، سر رزقي صلة الرحم، ينفق على أقربائه، ينفق على من يحتاج من أقربائه، هذا كله صلة رحم. إذن أخي الحبيب، قضية صلة الرحم قضية مهمة جدا. سيدنا موسى أنزل عليه هذا الكلام، وسيدنا محمد أنبأنا به، مكتوب في التوراة، من أحب أن تطول حياته وأن يزاد في رزقه فليصل رحمه. طيب، أنا اليوم في ضغط المشاغل والماديات، كيف أصل الرحم؟ بكل بساطة، تليفون، مكالمة، رسالة على واتساب، زيارة سريعة، صدقة ترسلها لأحد أقاربك، يعني هذا نوع من صلة الرحم. يعني إذا لم يكن لديك وقت لزيارتهم، هدية ترسلها لهم، طيب دعوة تدعوها لهم. لنفرض أن شخص أباه وأمه توفاهما الله، ماذا يفعل؟ يدعو لهما، يبر صديقهما، كل هذه وسائل تزيد في الرزق وتزيد في المال وتزيد في الحياة، في العمر أيضا. وهنا يجب أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى، أخي الحبيب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يجب أن نتذكر آية مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله قد جعل لكل شيء قدرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رزق الآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.